أول داعي للعنصرية هو شكون؟ إبليس. أول عنصري هو إبليس، قال أنا خير منه، خلقت لي من نار، علي من بناها، هو بناها على الطين والنار، على المادة الطين والنار. هذه العنصرية نعود نهبطوها ونجي لهنايا ونبداو نلقاو شغل الجينات تاع إبليس كي يبداو يخرجوا. أن لذلك الإنسان يبني الخيرية، علي من تبنيها؟ أنا خير منه، علي من؟ أنا وليد البلاد وهو كافي. كافي هذا اللي وليد البلاد وكافي، هذه عنصرية. وليد البلاد لمن تبع؟ تبع للنار، وكافي تبع للطين. لا فرق بين عربي وعلى عجمي إلا بالتقوى. ولذلك شوف الإنسان اللي يجيب الخيرية، يجيب المكانة دياله. مثلا أنا مدير في الشركة، المرتبة الاجتماعية ديالي داخل الشركة شحال؟ واحد. أنا هو رقم واحد في الشركة، هذا الرقم واحد نبدأ نمشيه معايا، أنا نجي للمسجد نجيب معايا بلي أنا هو رقم واحد صافي. وبعد رقم واحد لازم يخلوا لي بلاصة بعد في العرس، زعما في العرس بدا يحسب 39 40 تلحق لعندو تقول له عاود ولي الطابلة الثانية، يروح. أنا تقول لي عاود ولي، ما على بالوش بلي أنا هو المدير، حتى المدير في الشركة. ولذلك هذا التضخيم للأنا وهذا التضخيم للعنصرية للإنسان يبدأ يحط روحه يبدأ يقول أنا لبس بي وهذا زوالي، أنا كذا وهذا كذا، أنا كذا وهذا كذا. لما نبنيوها على المادة ونرجعوها كشخص أنت خير من هذاك الإنسان، نقول له رانا تابعين لهذه العنصرية التي دعا إليها إبليس.